السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المرض النفسي اللي هو مرض الوسواس، لأن الأمراض النفسية هي متعددة ومتشعبة ومتنوعة، ولكن 70% أو ما يزيد هي في الأصل ديالها وسواس. ولو عند تسميات علمية كثيرة يقولها العلماء المختصين في علم النفس، لكن في الجوهر وفي العمق الأصل ديال المرض النفسي هو وسواس. وما هو الوسواس؟ الوسواس هو عبارة عن روح خبيثة، روح خبيثة كتسلط على الإنسان، كتسلط عليه وكتدخل ليه معاه، كتدخل معاه في الفكر وكتبقى تكلم معاه، كتقول لي كلام وكتقول لي حوار وكتدخله في بعض الإشكالات، وكيعود كيدور في واحد دائرة مفرغة. ما الغاية من هذا الوسواس؟ هو الوسواس كيخلق لك مشاكل، ومن بعد كينفت فيك الخوف والرعب والذعر، كيعود عندك يبدي يعزف لك على الأوتار النفسية. حتى حنا في النفس ديالنا عندنا أوتار، كل وتر كيخرج واحد النغمة. كاين الوتر ديال الفرح، كاين الوتر ديال السرور، كاين الوتر ديال التفاؤل، كاين الوتر ديال السعادة، وأيضا كاين الأوتار أخرى سلبية، الوتر ديال الخوف وديال اليأس وديال الرعب. هذاك الوسواس كيبدا يعزف على هاد الأوتار، فيصير هاد الإنسان المريض كيشعر بالخوف الشديد من لا شيء. إلا سولتي مناش كتخاف، غادي يقول لك لست أدري، وغتلقاه كيشعر باليأس. لماذا؟ ما الداعي لكي تشعر باليأس؟ والحياة راها جميلة وفيها ما يسر وفيها ما من أجله يستحق أن نعيش. كيقول لك لست أدري، لأن الحق الحقيقة الأمر هو أن ذاك الوسواس ينفث في روع هذا الإنسان المريض. ولماذا كل هذا؟ باش ينفرد به الوسواس الخناس. هو عبارة عن روح خبيثة تتغذى على أجمل ما كان في بني آدم. بنو آدم احنا المخلوقات الآدمية، الله تعالى عطانا واحد الهرمون سميته هرمون الحياة، واحد الخلية بالداخل ديالنا فيها رحيق الحياة. رحيق الحياة ملي كتلقى واحد الإنسان متفائل، وكتلقاه دائما يضحك ويبتسم ومقبل على الحياة ولا ينظر إلى المشاكل خلفه، وكتلقى دائما وجهه مبشور وحنا قمزنقين ومقبل على هذا، كتلقى عنده فائض ديال رحيق الحياة موجود عنده، الجسم يفرزه وينتجه. هذاك الشيطان اللي هو من الأرواح الخبيثة اللي هو الوسواس كيقدر يتسلط على الإنسان وكيبغي يمص منه هذا الرحيق. فكيبدأ في الأول أنه كيعزلو على الناس، أول ما كيبدأ به كيعزلو على الناس، لأن هنا كننصحو اللي كان مريض العلاج لا يكون بتناول دوما الأدوية أو تناول الأقراص، العلاج يكون بالاندماج في المجتمع، ندخل المجتمع ونتحرك داخل المجتمع، هذا هو العلاج رقم واحد. أما هذا الوسواس الخناس فهو كيجر الإنسان أنه للعزلة، كيحاول ما يمكن يفقد الثقة في الناس، كيقول لي ربما بقى خير، رأى البشر كلهم فيهم السوء، ربما بقى معاه من ندير كلام هكذا باش يعطيك واحد النوع من اليأس في الناس، وكتدخل لسوق راسك وكتغلق عليك الباب ديال الدار ديالك، ومن تما هو كينفرد معك وكينفرد بك. لما تدخل إلى غرفتك وكتغلق الباب وكتغلق النافذة وتطفي الضوء، ديك الساعة كيدخل معك هو الفراش وكيبدا يقول لك هذا الكلام على الوسادة، حتى كي انت كتيأس وكيبدي يمص منك رحيق الحياة. في الصباح ملي غتفيق غتلقى راسك فين يوم، غتلقى راسك بأنك ضعيف ومتلاشي وغير قادر على العمل وما عندكش الرغبة في الحياة، وكتكون غضوب، يعني كيتكلم معك الواحد كتنفرع عليه بسرعة، وكيتصبح عندك النفس ضيقة، نفسك ضيقة. العلاج بنتي هو كيبدأ أولا بأن الإنسان يخرج من الدائرة الضيقة، يخرج مع الناس. الإنسان اجتماعي بطبعه، الإنسان لا بد أن تكون له علاقات مع الآخرين، وهو في طريق هذه كيكون دائما عنده المحطات. عندنا احنا 5 محطات في اليوم، هي الصلوات 5، هي بحال غادي في واحد لطغوت طريق سيار، ولكن كتلقى لك واحد المحطات على الاستراحة، هي الصلوات 5. ملي نسمع الصلاة كنوقف جميع الأنشطة وكنمشي نصلي لله رب العالمين، ثم أستأنف طريقي وكنحرص على أنني ندير شي عمل في فائدة لنفسي وللمجتمع، لأن العمل إذا كان غير لنفسي راه نقص، خاص يكون العمل لنفسي أولا وأيضا للمجتمع. كاين بعض الناس عندهم أموال طائلة
وعندهم الوسواس. ما السبب؟ لأن العمل ديالهم لذاتهم فقط، هو بغير بغير هو، ولكن لما يكون العمل اللي يقوم به يعم المجتمع ويتمادى نحو الآخرين، غادي يشعر بالفرحة، وغادي يشعر بالإيجابية، وغادي يشعر بأن له فائدة في الحياة، وهكذا سوف يتخلص من الوسواس الخناس ولن يحتاج إلى أدوية. خديجة أيضا بنتي، الناس ديال زاكورة كنعرفوهم ناس طيبين، ناس متواضعين، وناس قانوعين بالقليل، والإنسان حسب مؤهلاته كيقلب على خدمة. كاين من الخدمة اللي ممكن تقدر يديرها، كيعطيك مثلا بحال الوضعية ديالك، ما قديش في المدرسة، راه ممكن تكوني مربية. كاين بعض العائلات عندهم وليدات وبنيات صغار، الزوج والزوجة كيمشيو للعمل وكيبقاو بنياتهم وليدهم صغار في البيت رضيع، خاصو المواكبة. ممكن هكذا تكون مربية كتفاعل الحنان والعطف والنظافة، وغتكون إن شاء الله وظيفة مطلوبة. هذه عادات ديال الناس كنعرفهم كيقلبوا على شي حد يبقى مرافق لوليداتهم ويخلصوهم مزيان ويتهلاو فيه مزيان. كاين كذلك نساء مسنات ولادهم كبروا وتزوجوا وخدموا ما مساليينش، والمرأة ولات مسنة أو الرجل مسن وكيبغي واحد الرفيق داخل البيت يعطيه الدواء في الوقت، يعمر عليه الدار، يحل الباب لا دق شي حد غير يعمر عليه، عمل غير متعب. كاين عائلة كبار محتاجين لشي واحد يكون هكذا أنيس، وكاين 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 عدد الأبواب ديال الخير كثيرة ومتعددة. إن شاء الله بنتي خديجة نبقى نتواصل معك، وربي يجيب لك التيسير في شرزيق، وديري إن شاء الله العلاج الكامل للعوينات ديالك والدات ديالك، وربي يغنيك من فضله. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم يا رب السادة المستمعين، للا خديجة كتطلب منكم واحد دعوة. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، في هذا اليوم الأغر فاتح شهر ربيع الأول، اللهم هاد البنية للا خديجة تولها بكامل العناية والرعاية، اللهم شافيها وعافيها، اللهم ارزق الصحة والعافية وتمام العافية، اللهم اعطيها الرزق الوفير والخير الكثير، واكتب لها السعد الجميل، واختر لها الزوج الصالح الذي يسعد قلبها وينير طريقها. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ألو، السلام عليكم. أهلا سي الحاج، كيداير؟ أهلا بنتي خديجة، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله، عمي انت لاباس عليك؟ وصحتك لاباس؟ الوليدات لاباس؟ بارك الله فيك. الحمد لله بنتي، الله يعليك يا عمي، الله ينور طريقك والله يطول عمرك يا عمي. كيفاش نقول لك عمي؟ الله يرحم لك الوالدين يا عمي، والله عمي ما عندي لا دويله ولا عمي ما مريض يا عمي، النفسيه ديالي محطمه لي يا عمي، حيت عندي هذا المرض الثاني عمي هالكني بزاف يا عمي. الله يرحم لك الوالدين يا عمي، الله يسهل عليك عمي، كان شي محسن ولا شي يعاونني يا عمي. والله ما عندي لا دويله ولا عمي، مأزمه ومع هذا الوسواس عمي زاد قهرني بزاف عمي. خديجه انت شنو المرض بالذات اللي عندك؟ مناش كتعاني يا بنتي؟ انا عمي عندي هذا المرض ديال الانسان عمي، النفس ديالي ضيقه عليا بزاف عمي، وراسي تخربق عليا راسي، تيجيني بحال هكا الحماق، بغيت نعطي كاع عمي نخرج الخلايا. الله يحفظك يا بنتي. والا عمي ملي مريض عمي. وسبق لك مشيتي عند شي طبيب؟ مشيت عمي عند الطبيب النفساني، يلاه درت معاه الحصه الاولى إيه؟ وما عنديش عمي باش نكمل، وانا نحبس ما عندي باش تسوي لي دواله، وانا نحبس عمي حاجه الدواء عمي، والو ما عندي ما ندير عمي. الله يشفيك يا بنتي. عمي الله يرحم لك الوالدين عمي، وحاله فقيره عمي، الوالد كبير في العمر، عنده شي 85 عام في عمره ما شاء الله. مسكين توا عنده واحد الرجل كانت عندها مسكين واحد العقرب ملي كنا في الزاكورة، كانت داروا لي هذيك البوطة، داروا لي هذيك البوطة الصغيرة في رجلي، وكانوا طيحوا لي مسكينة في رجلي شي 4 صبعة من رجلي. لا إله إلا الله، الله يشفي. كان عمي والو، الحال فقيرة، ومعنا كريم عمي، كان يعني خدام لي تخواتاتي واحد زويجة، ولكن ما يعني الله هذاك الشيء اللي تكافؤوا فيه مع الكرا والموت والمصيري. خديجة شحال العمر ديالك يا بنتي؟ شحال العمر ديالك؟ انا عمي عندي شي 28 عام في عمري. واش كديري في الحياه؟ كتقراي؟ خدامه؟ كديري؟ لا عمي ما تنزل والو، ما عمري قريت كاع عمي، ما عمري ما كنت في المدرسه، كنت قبيله ملي كنا جينا لهنايا، ملي جينا من الزكورة كنت خدامه عمي، ولكن صافي ملي تصابت في عويناتي مرضت عمي صافي ما بقيتش خدامه. دابا عويناتك حتى هما مراض لك؟
عندي عمي وحده مريضه اللي عندي فيها الشبكه اللي قلت لك عليها العمليه اللي قال لي الطبيب راه خصها العمليه ولكن العمليه كتقام شويه دايره شويه غاليه شويه وحده عمي ديال عندي لي فريال كنشوف بها شويه عمي بعدا كان تحرك ليا. الله يشافيك بنتي الله يشافيك لا اله الا الله. دير معايا عمي شي دعاء الله يحفظ لك وليداتك يا عمي والله يسهل عليك يا عمي والله ينور طريقك يا ربي والله والله الله يرحم لك الوالده والوالد الله يجعلهم يا ربي لنا قامت. خديجه بنتي شنو الخدمه شنو هي الخدمه اللي شنو هي الخدمه اللي ممكن تقومي بها شي خدمه مثلا؟ انا عمي ما قاريه لا والو ربما في اشغال البيت ربما تخدمي في شي بيت من البيوتات زين بيت ممكن تحرك فيها عمي شويه دابا تقعد تركع ما فين ندير فيها والو لان حتى دابا الفراغ هو الفراغ ما خدام انسان ما كيدير والو هذا هو سبب المرض النفسي هذا هو سبب الوسواس الفراغ هو الموطن الذي ينبت فيه الوسواس والامراض النفسيه خاص الانسان كنحاربوا باش ماشي بالدواء اننا كنديروا واحد النشاط معين واحد كنملؤوا الفراغ ديالنا كاين عمي وانا عمي ما تندير حتى حاجه عمي والو سد عليا جالسه فواحد البيت سد عليا عمي صافي وملا كاع من راسي عمي لا اله الا الله بنتي الله يفرج عليك ويسهل عليك عمي لما دير ليها واحد الدعاء عمي الله سبحانه وتعالى يفرج عليا ويشافينا عمي ويعافيني وكنتمنى من الناس المحسنين عمي اللي كيسمعوني يعاونيني عمي نخرجيني من هذا الحالة فين كنت عمي يخرجيني عمي من هذا الضيق نتمنى الله سبحانه وتعالى يخرجهم من ظلمة الكفر الى النار يا رب من الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب الجنة ويسهل عليك يا عمي الله يرحم لك الوالدين واخا بنتي خديجه العفو العفو بنتي انا الله يحفظ لك عمي وليداتك الله يحفظهم لك عمي بارك الله فيك بنتي بارك الله فيك انا احتفظ بالرقم ديالك ان شاء الله بنتي خديجه وان شاء الله ربي يفتح باب ديال الخير ان شاء الله ونتواصل معك وربي يكتب لك الرجاء غير بغيت نقول لك بنتي خديجه اول حاجه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.